بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في اخر محاضره من محاضرات كورس ريسيرش. معاكم دكتوره ايمان انور، مدرسه الصحه العامه قسم طب المجتمع. المحاضره النهارده ما تعتبرش محاضره بالمعنى المفهوم، هي هتكون كانها اورينتيشن ليكم، او تعرفوا ايه هي الجايد لاينز علشان انتوا مطلوب منكم اساينمنت، وازاي تنفذوا الاساينمنت ده بشكل مظبوط وما تفقدوش ان شاء الله اي درجات. ايه اللي هيبقى مطلوب منكم في الاساينمنت بتاعكم؟ Tasks and responsibilities of students. اول حاجه هيبقى مطلوب منكم ان انتوا تختاروا topic. التوبيك ده عندكم في الكتاب في ليست للافيلبل ريفيو سبجكتس. كل مجموعه منكم هتبقى عباره عن 10 ستودنتس متقسمين بترتيب الكشف عندكم. كل 10 طلبه هيبقى معاهم تيوتر من اعضاء القسم عندنا. كل مجموعه هيبقى مطلوب منها انها تختار توبيك، وزي ما قلت لكم الليست موجوده عندكم وانا هعرضها لكم دلوقتي. بعد ما هتختاروا التوبيك اللي هتتدفعوا عليه ان انتم تنفذوه، هتبتدي تعملوا سيرش بلان. السيرش بلان انتوا اخدتوها بالتفصيل هاو تو كوندكت literature ريفيو، او ازاي تعمل سيرشنج للانترنت، اخدتوا محاضره واخدتوا سيكشن واتعلمتوا ده بالتفصيل. فمطلوب منكم ان انتوا تنفذوا الستبس دي في الاساينمنت بتاعكم. الهدف من الاساينمنت يا جماعه ان انتوا عايزين نتاكد ان انتوا كل الستبس بتاعت السيرشنج للليتريتشر انتوا اتدربتوا عليها مظبوط وتقدروا تنفذوها براكتيكالي عندكم. طبعا بمساعده التيوتر هتعملوا السيرش بلان بتاعكم، هتبتدي تعرضوها على التيوتر وتاخدوا منه ابروفل. بعد كده هتبتدوا تشتغلوا في الريفيو بتاعكم، زي ما هقول لكم كمان شويه هتعملوا ده ازاي، وهتبتدوا تسلموا درافت للتيوتر بتاعكم يريفايز لو اف نيدد. يعني في عندكم اي سؤال هتسالوه، في عندكم اي مشكله بتواجهكم هتاخدوا الجايدنس منه، وبعدين هيبقى مطلوب منكم في الاخر تو سبميت الفاينل فيرجن اوف ذا فولدر، والديدلاين بتاعكم 31 يناير 2019. مش هيبقى اكسبتد ان انتم تقدموا الفولدر بتاعكم بعد هذا التوقيت. دي الليست اوف ريفيو سبجكتس اللي المفروض هتختاروا منها توبيك. كلها topics very يعني relevant. دي الليست اوف ريفيو سبجكتس اللي المفروض هتختاروا منها topic علشان تنفذوه في الاساينمنت بتاعكم. وزي ما اتفقنا بكرر تاني، كل مجموعه 10 طلبه هيشتغلوا مع بعض في topic واحد. التوبكس دي كلها طبعا relevant للدراسه بتاعتنا للطب، والتيوتر بتاعكم برضو هيساعدكم في اختيار الموضوع او لو عندكم اي سؤال regarding اي topic منه. examples طبعا زي sleep disturbance among medical students، زي acute appendicitis، زي hepatitis C، gestational diabetes، risk factors and diagnosis of breast cancer and so on. بعد ما تختاروا التوبيك هتعملوا ايه؟ هتمشوا على الستبس دي اللي انا هقولها لكم ستيب باي ستيب علشان مفيش حاجه تكون ميسنج منكم. اول ستيب هنكتب انترودكشن. الانترودكشن دي عباره عن 500 كلمه. 500 كلمه يعني حوالي صفحه صفحه ونص بالكتير وورد. الانترودكشن دي عباره عن ايه؟ مطلوب منك تانتروديوس الكويستشن بتاعك او البروبلم او الايشو التوبيك اللي انت اخترته. هتشرح باختصار ايه هو التوبيك ده، ايه معناه، هل كان previously researched ولا لا، ايه هي الكي تيرمز، انتوا خدتوا طبعا الكلام ده بالتفصيل، ايه الكي تيرمز انكلودد في التوبيك بتاعك، اشمعنى اخترت التوبيك ده، ايه الراشونال فور تشوزنج التوبيك بتاعك. كل ده ما يزيدش عن 500 كلمه. هفكركم، ودي طبعا اهم حاجه في الموضوع، انه انت ما بتنقلش من الليتريتشر. احنا عايزين نتاكد ان انت عرفت تعمل سيرش مظبوط، وفي نفس الوقت ازاي هتقدم الليتريتشر دي باي يور اون ووردز. يبقى الليتريتشر ريفيو جوز ويل بيوند ميرلي سمرايزنج بروفيشنال ليتريتشر.
مش بتقرا وتلخص، لا. Try to understand what you are reading and summarize this in your own words. يبقى هتقرا كتير في التوبيك، هتفهم كويس قوي ايه اللي مكتوب وهتكتبه باسلوبك انت. مهم جدا طبعا ان يكون spelling correct، grammar correct، وطبعا انتوا بتشتغلوا كلكم كتيم ورك مع بعض العشر. Don't copy text from the article. بكرر تاني. زي ايه بقى introduction؟ يعني عشان برضو تبقوا oriented وفاهمين بتعمل ايه. لو مثلا انا عايز topic مثلا انه لحد الان مفيش effective malaria vaccine، فالريسيرش بوينت بتاعتي ان انا عايزه اتكلم عن موضوع الملاريا فاكسين وانه الترايلز فور ديفلوبمنت اوف نيو ملاريا فاكسين. الانترودكشن هيبقى شكلها ايه في توبك زي ده؟ ان انا بحاول اكونفنس الريدر انه النقطه دي مهمه وانترستنج. ازاي؟ هقول الاول الماجنتيود اوف ذا بروبلم، انه الملاريا ريمينز وان اوف ذا ورست جريتست بابليك هيلث تشالنج، والبريفلنس اوف ذا بروبلم قد ايه؟ 40% اوف ذا وورلد بوبيوليشن من ات ريسك اوف ملاريا، وان في 500 مليون كيسز انيولي، وان في اراوند 1 تو 2 مليون ديثز انيولي، اند سو اون. وبعد كده هنقول كمان انه في مشاكل بتقابلنا، انه في الدراجز حصل ريزيستنس للدراجز بتاعت الملاريا ككيمو بروفيلاكسس او كتريتمنت، وانه أصبح في مشكلة عند البورر تروبيكال كونتريز تو كنترول الملاريا، وبالتالي بقى هنا في نيد إنه أديفلوب إفكتيف فاكسين. واضح؟ يبقى أنا بديله فكرة إيه أهمية الموضوع، ماجنتيود أوف ذا بروبلم، وإشمعنى البوينت دي بالذات اتكلمت عنها. ده طبعاً الريفرنس اللي جايبين السورس منه. طيب، إكزامبل تاني. The introduction that explain and justify your research hypothesis or idea. يعني مثلا لو التوبيك بتاعي كان على الاسبرين، وان حاليا في كلام على ان اللو دوز اسبرين الناس تاخدها بانتظام ريجولرلي علشان تمنع البلاد كلوتنج، يبقى هتجستيفاي اشمعنى الاسبرين، وتقول طبعا ان هو الميكانيزم اوف اكشن بتاعه بيشتغل على البليتلتس، وان هو بيقلل الابيليتي of blood to clot. دي حاجة مهمة قوي ان انت تشرحها. وبعد كده هتقول انه انا محتاج اعمل بالانس ما بين ان هو يسبب bleeding او ان هو يسبب clotting formation، لازم adjust the dose بتاعتي. يبقى انا هنا الريسيرش ده مثلا على ايه هي ال appropriate dosage of aspirin and so on. مهم جدا في الانترودكشن to introduce relevant terminology. زي ما قلنا الكي تيرمز، provide definitions to clarify how terms are to be used. يعني ايه كلام ده يا جماعه؟ يعني لو كنت انت مثلا اخترت التوبيك بتاعك sleep disturbance among medical students. sleep disturbance ده لازم تعرفني يعني ايه sleep disturbance، وامتى هعتبر ان ده في sleep disturbance. لو اخترت الترم مثلا اتكلمت من ضمن sleep disturbance عن الانسوميا، يبقى لازم تقول لي يعني ايه انسوميا. اخترت مثلا جستيشنال دايابيتس ميليتس، يبقى لازم تقول لي ايه هو الدايابيتس، وامتى اعتبر ان الست دي وهي بريجننت جالها جستيشنال دايابيتس. دي بنسميها الاوبريشنال ديفينيشن، ان انت لازم التيرمز بتاعتك تكون معرفها كويس. اكزامبل تاني، لو انت بتتكلم مثلا على الالكول كونسومشن، وبتقول ان الديفرنت ليفلز اوف الكول كونسومشن بتسبب ديفرنت هيلث اوتكم، وبتفرق ما بين اللايت والمودريت والهيفي درينكر. The same برضو على السموكينج، light وmoderate وheavy smoker، لازم تقول لي ده يعني ايه؟ يعني light smoker ده بياخد كام سيجاره في اليوم؟ يعني ايه moderate smoker؟ يعني ايه heavy smoker and so on. يبقى اي term استخدمته لازم تشرح لي بالتفصيل يعني ايه الترم ده. ده بالنسبه للانترودكشن، كل الكلام ده في حدود 500 كلمه. يبقى تاني يا جماعه بنلخص، اول ستيب هتكتب introduction من 500 كلمه، الهدف الاساسي منها تشرح لي التوبيك بتاعك ده يعني ايه، واشمعنى اخترت التوبيك ده، هل هو ريسيرش قبل كده ولا لا، ولو في تيرمز مهمه في التوبيك ده هتقول لي ايه الديفينيشن بتاعها بالتحديد. الخطوه الثانيه، مطلوب منك تبروفايد ديتيل سيرش استراتيجي. انتوا دي اخدتوها بالتفصيل في المحاضره وفي السكشن،
بتاع سيرشنج الانترنت. ديتيلد سيرش استراتيجي اخدتوا الستبس بتاعتها، ان انت طبعا بتختار داتابيز وبتختار ايه هي الكي تيرمز، تبدا تكونداكت السيرش، تستخدم بوليان اوبريتورز، بتبتدي بعد كده تريفاين السيرش بتاعك اند سو اون. دي الديتيلد سيرش استراتيجي. طب انت هتكتبها لي ازاي؟ هتكتبها في صوره الجدول ده موجود عندكم في الكتاب. يبقى مطلوب منك انك تملى الجدول ده. الجدول ده احنا بنتاكد منه ان انت عملت السيرش فعلا. وايه هي الريزلتس اللي طلعت؟ بيبقى عباره عن ايه؟ خانه كده زي ما انتم شايفين. اول خانه فيه ايه هو الداتا بيز اللي انت استخدمته؟ زي مثلا PubMed. بعد كده اللانجوج موستلي بتكون الانجلش طبعا، الا لو في حاجات بسيطه زي كويستشنير مثلا معمول بالعربي وهكذا. بعد كده السيرش ديت انت عملت البحث ده امتى؟ وبعدين السيرش تيرمز ايه هي الكي ووردز اللي استخدمتها في البحث؟ وطبعا اتعلمته في السكشن ازاي تختار الكي وورد بتاعتك. بعد ما هتكتب السيرش تيرمز انت عملت البحث فطلع لك هيتس، نمبر اوف هيتس، يعني انت بتبحث عن الهايبرتنشن مثلا طلع لك 400,570 ارتكل مثلا، دي اسمها نمبر اوف هيتس. اوكي، بعد كده هل 400,570 دول انت كلهم دخلت وبصيت عليهم؟ اكيد لا، في جزء كبير منهم irrelevant. هتكتب لي هنا النمبر discarded اللي هم ال unrelated title، وهتكتب النمبر reviewed اللي انت فعلا استخدمته قد ايه، سواء كان title و abstract بس او سواء كان full text يعني الارتكل موجود عندك بالكامل. واضح؟ بعد ما هتكمل الارتكلز دي مطلوب منك طبعا تملى الكلام ده لكل الارتكلز اللي انت عملت اكسس ليه. كل السيرش هيبقى مطلوب منك انك تملى الجدول ده. ده هيقول لي الاونلاين داتابيس سيرش انت عملته ازاي. الجدول ده هتملاه ازاي؟ هيبقى عندك الايتمز دي مطلوب منك انك تملاه. في كل مره دخلت وعملت سيرش هتملى لاين من دول. هتكتب لي ايه هو الداتا بيز اللي انت استخدمته زي مثلا البابمن. اللغه اللي استخدمتها ايه؟ موستلي هتكون الانجلش الا في احوال بسيطه لو مثلا كويستشنير بالعربي. وبعدين تاريخ البحث السيرش ديت، بحثت امتى؟ ايه هي السيرش تيرمز او الكي ووردز اللي انت استخدمتها عشان تعمل السيرش؟ وبعدين النمبر اوف هيتس. نمبر اوف هيتس يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي عملت سيرش زي مثلا على الهايبرتنشن وطلع لك كام ارتكل فيه الهايبرتنشن، زي مثلا 400,580 ارتكل. ده النمبر اوف هيتس هتكتبه هنا. الكلام ده طبعا عشان احنا نتاكد ان انت عملت السيرش ده فعلا. طيب هل ال 400,580 دول كلهم هتعملهم اكسس؟ اكيد لا، في حاجات irrelevant، فهتكتب هنا النمبر discarded اللي هم ال unrelated title اللي انت ما استخدمتهمش. طيب بعد كده هتكتب النمبر reviewed، قد ايه من الارتكلز دول انت فعلا بصيت عليه. في جزء منهم هيبقى title و abstract بس، يعني الارتكل مش موجود full text، موجود بس العنوان وموجود الملخص بتاعه، او الفول تكست يعني الارتكل كله كان موجود هنا كام وهنا كام وهكذا. كل مره هتعمل فيها سيرش هتملى سطر من الجدول ده. طبعا بكرر تاني الكلام ده بتعملوه كمجموعه كلكم مره واحده بس مع بعض. يبقى احنا خلصنا كده اول تو ستيبس، هتكتب انتروداكشن وبعدين هتملى الجدول ده بالسيرش بلان بتاعك. الستيب الثالثة هتبروفايد summary table of the literature included in the review. يعني الارتكلز بقى اللي انت عملت لها اكسس دي عايزه التفاصيل بتاعتها. ده جدول برضه مطلوب منك انك تملاه. الجدول ده موجود عندكم في الكتاب وده الشكل بتاعه. هيبقى مطلوب منك تكتب لي هنا ايه هو الريفرنس اللي انت استخدمته؟ الاوثر والديت. وطبعا انتوا خدتوا الريفرنسنج بالتفصيل والفانكوفر ستايل اوف ريفرنس. هيبقى مطلوب منك انك تكتب ليست اوف ريفرنس
اللي انت استخدمتها في كتابه الانترودكشن. الليست اوف ريفرنس دي اتليست 10 ريفرنسز هتكتبهم. اوكي؟ هتكتبهم تلتزم بالفانكوفر ستايل اللي انت اتعلمته في السكشن. هتكتبها في الجدول ازاي؟ هتحط هنا الريفرنس بتاعك، الاوثر والديت، هتحط التايتل، وهتكتب هنا كان الارتكل ده بيتكلم عن ايه؟ ايه الايم اوف ذا ستادي؟ السامبل سايز لو هو اشتغل على سبجكتس اخذ كام عدد؟ لو هو ريفيو جاست بيتكلم عن التوبيك ومش واخد بارتيسيبنتس مش هتكتب حاجه في السامبل سايز دي. واخر حاجه الفايندنجز ريليفنت تو ذا ريفيو، يعني الريزلتس اللي كانت طالعه في الارتكل ده اللي انت استخدمتها في كتابه الريفيو بتاعك كانت ايه؟ اهم الريزلتس يعني. وبتملى الجدول دوت اتليست 10 ريفرنسز زي ما اتفقنا. طبعا 10 ريفرنسز مش كتير وانتوا 10 مجموعة فيها 10، يعني لو كل واحد كتب ريفرنس بالتفصيل وطبعا بتريفايز كل الكلام دوت مع بعض. الستيب الرابعه بروفايد مايند مابينج اند نوت تيكينج فور ايتش سب هيدنج فور ذا سيلكتد توبك. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني ايه مايند مابينج اند نوت تيكينج؟ انت اخترت توبك معين، التوبك ده له هيدنجز وسب هيدنجز. يعني سي مثلا التوبك بتاعك هيباتيتس سي، لما هتعمل سيرش على الانترنت هتفهم اكتر وهتعرف ايه هي الهيدنجز اللي ممكن تتكلم عنها في الهيباتيتس سي. زي مثلا البريفلنس والانسيدنس بتاعه وورلد وايد وفي الريجن بتاعتنا وفي مصر. هتتكلم مثلا على سايكل اوف انفكشن، مين هو البوزيتيف ايجنتس، ايه هي هو الريزرفوار، بيتنقل ازاي، ومين هم سسبتبل هوست، هل الهيباتيتس سي له فاكسين ولا لا، طب ايه التريتمنت بتاعت الهيباتيتس سي، وقبلها ايه هو البريفنشن، الميجرز اوف بريفنشن سواء برايمري او سكندري او تيرشري بريفنشن وسو اون. يبقى دي الايتمز المهمه اللي تحت التوبيك بتاعك اللي احنا بنسميها الهيدنجز، وتحت كل هيدنج في سب هيدنجز. يعني لو مثلا الهيدنج بتاعك سايكل اوف انفكشن يبقى تحته سب هيدنجز الايجنت والريزرفوار والاكزيت مود اوف ترانسميشن الانلت سسبتبل هوست اند سو اون. فانا عايز اعرف انت لما عملت سيرش قدرت تعرف ايه هي الهيدنجز والسب هيدنجز بتاعت التوبيك اللي انت مختاره ده ولا لا. مش عايزه ان انت تشرح لي الهيدنجز والسب هيدنجز دي بالتفصيل، يعني مش مطلوب منك تكتب ريفيو 20 30 صفحه، هو اللي هتكتبه هو الانترودكشن بس ب 500 كلمه. بقيه التوبيك انا عايزه اعرف ايه هي الهيدنجز والسب هيدنجز دي باختصار شديد، نوتس نوت تيكينج كده، نوت بس بسيطه على كل هيدنج وسب هيدنج. هتكتبها او هترسمها في صوره دايجرام زي ده. هديكوا اكزامبل. لو التوبيك بتاعي سايق الانتريك فيفر، دي صوره للمايند مابينج اوف انتريك فيفر. انتريك فيفر اللي هي التايفويد والباراتايفويد. ممكن نتكلم في الانتريك فيفر عن ايه؟ ممكن نتكلم على ديسكريبتيف ابيديميولوجي اللي هو البليس التايم والبيرسون ديستريبيوشن، وكلمتين كده زي ما انتم شايفين عن كل واحد فيهم. السايكل اوف انفكشن، الايجنت، الريزرفوار، المود اوف ترانسميشن، انلت، اكزيت، ومثلا الانكيوبيشن بيريد، السسبتبيلتي. هنتكلم على ايه هي السيمبتومز اوف انتريك فيفر، ايه هي الكومبليكيشنز، بيريد اوف كوميونيكابيلتي يعني الفتره اللي الشخص ده ممكن يعدي فيها هتكون امتى وقد ايه. بعد كده الميجرز فور بريفنشن والميجرز فور كنترول سواء ميجرز ابلاي تو ذا كيس او ابلاي تو ذا كان. هتعرف الكلام ده منين؟ لما هتعمل سيرش للانترنت وتقرا في الموضوع كويس هتعرف ايه هي السب هيدنجز اللي ممكن انت تتكلم عنها. جاست هيبقى مطلوب منك دايجرام صغير، يعني حتى الدايجرام ده فيه كلام كتير، مطلوب منك حاجات بسيطه جدا. دايجرام تاني مثلا او مايند مابينج تاني، المايند مابينج اوف هيلث بروموشن امونج ادوليسنتس. لو ده التوبيك بتاعك هيلث بروموشن هتكتبها في النص وتحط ايه هي المين هيدنجز. المين هيدنجز هنا هتكون مثلا ستريس، سليب، دايت، واكسرسايز. زي مثلا دول الميجر هيدنجز. طيب سب هيدنج ستريس مثلا ممكن يكون ايه السب هيدنجز بتاعته؟ ايه هي الكوزز اوف ستريس؟ ممكن تكون اكزامز، ورك، ريليشن شيبس. ممكن نكتب ايه تاني؟ ايه السوليوشنز فور ذا ستريس؟ وهكذا ونتكلم فيها. ممكن نقول الايفكت اوف ستريس هيأثر على الشخص ازاي وهكذا.
وبعد كده نمسك الاكسرسايز، نمسك النايت، نمسك السليب وهكذا. كل ايتم هنشوف الهيدكس والسب هيدكس بتاعته. طبعا هتعمل الكلام ده مره واحده في التوبيك اللي انت اخترته. تمام؟ بأكد تاني يا جماعه عشان المعلومه دي مهمه جدا جدا، الكي سبمشن ديت بتاعك هو 31 يناير 2019. هتسبميت هارد كوبي من الليتريتشر ريفيو للفاسيليتي، هيبقى عباره عن فولدر ليك وانتوا العشره مع بعض. طبعا اتس اكسبكتد ان انت هتستخدم فلويد رايتنج ستايل في كلاريتي اوف ثوتس، اكيوريت جرامر وسبيرنج زي ما اتفقنا. الريفرنسنج هتستخدم فيه الفانكوفر ستايل اللي انت اتعلمته بالتفصيل في السكشن. على الاقل 10 ريفرنسز ريكوايرد فور ذا ليتريتشر ريفيو زي ما اتفقنا، لو اكتر من كده مفيش مشكله. وريستريكت يور سيرش تو ارتكلز عشان يسهل عليك. يعني مش عايزين بوكس ولا ريبورتس ولا جاست الجورنال ارتكلز. توزيع الدرجات هتكون ازاي؟ الاساينمنت ده عليه 10 درجات، هيبقى فيه درجه على الانترودكشن، 5 درجات على التابيوليشن والسمري تيبل، يعني التو تيبلز المطلوبين منكم ريسيرش بلان والتيبل بتاع الارتكلز، وبعدين درجتين على المايند مابينج ودرجتين على الريفرنسز. هتكتب ليست اوف ريفرنسز بالفانكوفر ستار. يبقى الفولدر بتاعك اللي هتقدمه لازم يكون مستوفي كل الايتمز دي علشان ما تنقصش ولا حاجه من الدرجه. الصفحه الاوليه تايتل بيج فيها اساميكم انتوا العشره بالاي دي بتاعكم، وبعدين الانترودكشن 500 كلمه، الريفرنس ليست ال 10 على الاقل، وبعدين هتحط ال 3 ابنديشز اللي اتفقنا عليه، التيبل بتاع السيرش بلان، التيبل بتاع السيرشنج ريتريتشر سمري بتاع الارتكلز، والمايند مابينج الدايجرام بتاع المايند مابينج النوت ميكينج بتاع التوبيك. طبعا احنا هنقيم او التيوتر هيقيم هيقيم الشغل بتاعكم ازاي. لازم نشوف هل الانترودكشن كانت واضحه، البروبلم فعلا ديفايند ولا لا، الريفرنسز اللي استخدمتها ريليفنت للتوبيك بتاعك ولا الريفرنس كانت بعيده، كان في ريفرنسز احسن من كده. وطبعا تحاول على قد ما تقدر تستخدم ريسنت ريفرنسز، كل ما تكون حاجات جديده كل ما هتكون احسن. هنحكم على الرايتنج ستايل، الجرامر والسبيلنج، الديفينيشن والكونسيستنت يوسج اوف ترمينولوجي. زي ما قلت لكم لو في اوبريشنال ديفينيشنز حاجه محتاج تعرفها لازم تكون عملت لها ديفينيشن كويس، وانك تشتغل اكوردنج للتايم بلان وتلتزم بالديدلاين بتاعك 31 يناير 2019. وطبعا انه مفيش ولا حاجه تكون ميسنج من الفولدر بتاعك، كل الكومبوننتس تكون. Thank you very much and good luck.